يا رب عفوك ورضاك. ده مين ده كمان؟ ربنا ييسرها. ده من غير ولا غير، رايح فين؟ ده على طول كده. ايه يا عم ازيك؟ السلام عليكم. الله عينك. السلام ورحمة الله وبركاته. سلام بسليك. الله يخليك يا باشا. على طول كده نطت في التاكسي، باراشوت نازل، مش تقول انت رايح فين وجاي منين، ولا توقف التاكسي تساله هل ده في طريقي ولا مش في طريقي، ولا رايح مكان تاني ولا جاي من اي حته تانيه، ولا ايه يعني؟ ولا هي على طول كده نطت في حمام سباحه هو؟ شو يا اخي، ما هو عادي توقف التاكسي و ايش بك تعيط انت؟ عيط فين يا باشا؟ عيط شو تعيط؟ ايش بك تحكي بالسياسه؟ ايش بك شايف؟ انا بحكي بالسياسه هو، شايف الدماغ؟ ايش بك شايف فيها ديريكت؟ ايش بك نعمل مانا؟ انت شايف دموع نازله من عينيا مثلا ولا بتفرج؟ تعيط ايش بك تعيط؟ ايش بك تعيط في صوتك؟ احكي بالسياسه. هو عيط تعلم. هو الاستاذ منين؟ من تونس. عيط يعني اعلي صوتي؟ اه تونس. اهلا بك يا باشا. ماشي. معلش يا باشا احنا اسفين والله، ما انا ما اعرفش بقى، بس وانا ما اعرفش ان انت عندكم التاكسي يا باشا. ما اعرفش بقى، وانت عندكم بيعمل ايه التاكسي؟ توقف تاكسي تطلع في الكهرباء وتقول له هزني بس الفلاني. توقف التاكسي تطلع في الكهرباء ازاي؟ ما هو انت توقف التاكسي تطلع في التاكسي، ايه اللي هيخليك تطلع في الكهرباء يعني؟ ما باشا بص يا باشا يعني، ايوه كده اضحك بقى وعادي بقى، خلاص بقى شويه سياحه بقى يا نجم. ايوه كده يا باشا. دلوقتي انت وقفت التاكسي تطلع في الكهرباء ازاي؟ بسرعه بقى وفهمني. التاكسي هو كهرباء. التاكسي هو الكهرباء. هادي مش كهرباء. كهرباء. اه دي عربيه يا باشا. ليه كهرباء عندنا؟ اه عندكم في تونس كهرباء. صح. تطلع بالكهرباء تقول له هزني البلاصه الفلانيه. هزك هزك ازاي يعني؟ هزني انت تقوم تهزني لمدينه نصر. اهزك لمدينه نصر؟ اه. ما هو اهزك يا باشا، ما هو برضه ركز معايا عشان انا الموضوع كده هيخرج مني. اهزك يا رقصك، اهزك نرقص بقى ونهيص. لا تهزني يا هزك، يعني اهز بقى بتاعه الدواء عشان الواد عنده سخونه عشان يعرف ينام. لا لا هزني هزني وصلني معناها. اه اوصلك اخدك معايا يعني. صح. توصلني ماشي يا باشا. مدينه نصر. مدينه نصر نورتنا يا عسل. برز الناس وربنا يا عايشك، ربي يخليك. خش يا استاذ حبيبي. رد بالك من عندنا شويه مطبات. ركزي ركزي. مطبات بنت لذينه. ركزي. لا مالهاش دعوه بالركب يا باشا، مطبات دي مطبات. لا لا ركزي معنا، احنا نسميهم مركزي في تونس. ركزه معنا ركزه. هاي اللي هي كيما هذه هكا، هذه ددان احنا نسميها. لا مالناش دعوه بقى بالديدان بقى، احنا هنروح نتغدى في البيت يا باشا، ما تقرفناش. ددان 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 بالفرنساوي معناها ظهر الحمار. هو انتوا الحمار عندكم بتنيموها في الشارع وتعدوا على ظهره؟ يلا يا باشا مش مشكله، كل بلد بقى وليها ثقافتها بقى يا باشا، عادي ما فيش مشكله. ديدان بقى مش ديدان، ربنا يسامحنا يعني. امين. الله يا باشا منورنا يا باشا. والله الواحد بيطلع من صباحك ربنا ما بيشوفش الوشوش الحلوه اللي زي حضرتك دي غير كل فين وفين، وبيفضل بقى يدن في كل الدنيا دي كده، بيجري على الفلوس. ما هو عنده ما هو عياله ودنيا ومواضيع وزوجه وحالة يعني، ربنا اللي يعلمها يعني. حبيبي يا باشا. يا عايش بارك الله فيك. يا عايش الله يخليك. يا عايش. شو معرس انت يا باشا؟ قديش عندك معرس؟ ايش بيك؟ يعني ايه معرس؟ معرس معناها مش قلت لي تو معرس انت يا باشا؟ احترم نفسك يا باشا وركز في اللي انت بتقول. انا قلت سياحه وتونس، انما دلوقتي ممكن بقى ما يبقاش فيها سياحه ولا فيها الكلام اللي انت بتقوله. معرس معناها عندك ما تقولهاش في وشي يا حاج. مع ايه اللي انت بتقوله ده يا باشا؟ عيب الكلمه دي. تو عندك صغير ومراه وصغار وكله متجوز يعني؟ معرس ايه احنا نقول متجوز مش يا لهوي عليها. ودي معرس يا اخي، مش اتعمل عرس. اه يعني هي عندكم كده يعني متجوز؟ ايش بيه يا باشا؟ لا يا باشا كده والله احنا لازم نركز في الموضوع ده يا باشا. عليه احنا كله معرس يا باشا. عادي ادينا يا باشا يعني بنهرج والدنيا بتبقى ماشيه حلوه يا باشا. انت كنت احسن من اتمنيك عليك على الاول. احسبك ايه يا باشا؟ اتمنيك عليك. ما احنا كده مش هنروح المشوار يعني، كده كل شويه هنفضل نقف بالعربيه. ايش بيك ايش بيك يا باشا؟ اللي انت بتقوله ده عيب، اللي انت بتقوله ده عيب. في مصر تشيل الكلمه دي من اللي انت قلتها دلوقتي. اللي بعدها بقى نتمنيك يا باشا. عيب يا باشا الكلمه اللي انت بتقولها، ومالك بتقولها بكل هدوء كده ليه يعني؟ يعني مش فاهمك. تتمنيك تتمنيك معناها هكا، تفدلك هكا وتعمل فازه معناها. فازه؟ ما هي الفازه دي برضه بتاعت الورد. خش يا استاذ. الفازه دي برضه بتاعت الورد يا باشا. فازه فازه معناها. الفازه دي بتحطها في الصاله وتحط فيها الورد يا باشا. اعمل معناها كيف تفدلك انت واصحابك معناها. تسمى فازه فازه يعني حته يعني حاجه حلوه يعني. اه معلش يا استاذ احنا اسفين، اصل معانا ناس من تونس وحبايبنا يعني. عايش خويا. عايش. عايشك يا باشا حبيبي. عايش الله. يا عايشك كلمه حلوه. يا عايشك. عايشك يعني تفضل عايش ان شاء الله يا رب. تعيش كده معانا ان شاء الله باذن الله. حبيبي.
حبيبي. عايشك. وانت تاني عايش خلاص يا باشا هيعيشني الحمد لله ربنا مش عايز تموتني وخلاص. انا عارف ان هو هيعيشني خلاص ربنا يبارك. بقول لك ايه يا ريس؟ علم عابوشة عامل ايه؟ اتفضل. انت جاي تعمل ايه يا باشا في مصر؟ نتفرهد، جيت نتفرهد. يعني سايب بلدكم وجاي تتفرهد في مصر يا باشا؟ هاي مصر محليه، فيها الاهرامات، فيها الجيزه، فيها طبعا انت هتتفرهد، هتفضل تلف تتفرهد لحد لما يطلع عينك. نتفرهد معلش. هتتعب وهيطلع عينك فرهدها، الدنيا حر اليومين دول اساسا. جاي نتفرهد، مش تمشي شرم الشيخ. نتفرهد غاديك نحوس. نتفرهد معناها نحوس، نتفرهد. نتفرهد صح. لا لازم بقى نركز معاك يا باشا قوي في الكلام. اتفرهد يعني ان انت تنبسط يعني. لا باشا ربنا يبسطك يعني ربنا مصر سامحه برشا يبسطك و حيد 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 ولا قطوسه. انتوا بتحبوا الحيوانات قوي كده يا باشا؟ حيوانات شنو؟ قطوسه. قطوسه دي القطه يعني صح؟ لا ما لقيتهاش بنيه متعديه محليه. بنيه؟ قطوسه بنيه سمحه، امراه معناها، امراه سمحه. امراه يا باشا، وانت جاي من قريش ولا امراه وامراه وهذه امراه؟ هذه امراه دي امراه. امراه احنا واحده ست مزه يعني. مزه صحيح. بتعاكس يا ريس. لا ما جبتش يا واد لعيب. لا يا باشا عادي عادي يا باشا. بالك منه. لا ردت بالي. رد بالك بقى حبيبي يا باشا. والله 100% وربنا ناس زي العسل، اقسم بالله الناس دي زي العسل. الله يبارك الله فيك. الله يخليك. اسمعني برسمك فمشي منين ناخد كعبة حوت. تاخد ايه يا باشا؟ كعبة حوت. حوت كعبة حوت ازاي يعني؟ هتجيب الحوت تاخد كعبه يعني مثلا ولا ايه؟ مش فاهم. كعبات معناها 6-7 كعبة حوت، معناها كيلو زوز كيلو حوت. حوت كيلو زوز كيلو حوت؟ يا باشا الحوت ده بالطن يا باشا مش بالكيلو يا باشا، انت هتجنننا ليه يا باشا؟ حوت ولد بحر معناها. ماشي ما انا عارف ان الحوت ولد البحر، انا قلت لك ولد عم سليمان الجزاره، ما انا عارف ان هو ولد البحر بس يعني مش حوت يا باشا. حوت مش الحوات، تاخد كعبه حوت معناها. حوات كمان يا باشا؟ حوت ايه ده؟ الحوت ده احنا بنشوفه بس في ناشونال جرافيك يا باشا. عليه مصر يا اخي مع البحر معناها. باز عندكم حوت، عندكم الحوت بتاع الملح لو، عندكم الحوت بتاع الملح حوت. سمك يا باشا. سمك صحيح. سمك ايوه. انتوا السمك بتقول عليه حوت؟ حوت. ما انا انتوا مشغول عليه. والله لا باشا كويس ده تركبت معاه والله العظيم. عليه عشان الواحد برضو يفهم في الـ في الـ في الـ في الحاجات دي يا باشا. والله العظيم انت راجل محترم. يا عايشك بارك الله فيك. اقسم بالله العلي العظيم. غزلي بقى شو انت نورمالمون مش دور على يسار؟ اما مسيرش كمل بويس كنت شديد. كمل على طول بقى. هلا كمل تدوات ونقف انا هبط على السخيه على يسار. مسيرش. تعمل ايه يا باشا؟ انت قلت ايه بس دلوقتي؟ قلت لك انت نورمالمون مش دور على اليسار، اما بس كنت شديت كيس طول جست معناها كمل حطني على اليمين وانا ندور على اليسار نورمال معناها سلم الموت ما يخلقش. ايه اللي انت بتقوله ده يا باشا؟ انا مش فاهم منك حاجه بس يلا مش مشكله. ربنا ييسر لك الحال ان شاء الله. يعني انزلك هنا يا باشا. سيبون هناك سيبون يا عم ولدي. مين اللي سيبوه؟ سيبون 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 يعني قشطه. قشطه هنا هتنزل. يا ارحم والديك. حبيبي يا باشا ربنا يبارك لك. حبيبي يا باشا ربنا يبارك لك ونورتنا وسلم لنا على كل تونس وصفاقس يبلغ يعني. والترجي والنجم والافريقي والنجم الساحلي يا باشا. وهيعيشني غصب عنك. انت عمال تقول لي هيعيشك بقالك 40 سنه. ما خلاص يا ريس هيعيشني ان شاء الله. ان شاء الله هيعيشني. يا عايشك. وسي اس اس ده مين بقى يا باشا؟ النادي الرياضي السخس. انت الشخصي. مولعها انت يا باشا. بس ما تنساش ابو تريكه. لا تزعل. يلا يا باشا كل سنه وانت طيب. يا عايشك.